ولنقاش ملف الفساد في القطاع الصحي. ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي زياد سنجري. أهلا بكم سيد زياد. أهلا وسهلا بكم وتحياتي لكم ولكل مشاهديكم الكرام في كل مكان. والحقيقة أن أقدم التعازي للوسط الإعلامي والأكاديمي باغتيال السيد هشام الهاشمي الباحث والمحلل السياسي العراقي مساء هذا اليوم على يد الميليشيات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني الذي اغتاله مساء اليوم. نعم سيد زياد، كيف يمكن تقييم أوضاع المستشفيات والمراكز الصحية في العراق من حيث قدرتها على استيعاب أعداد المصابين في بفيروس كورونا؟ الحقيقة كل الأرقام تشير بأن العراق يعاني بشكل واضح من سوء الخدمات بصورة عامة، ولكن مع تفشي جائحة كورونا أثبت للجميع بأن العراق مقبل على كارثة إنسانية كبيرة في ظل إهمال كبير من قبل الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية للقطاع الصحي، خاصة بعد انتشار جائحة كورونا. الحقيقة كل المحافظات العراقية بدون استثناء ما عدا الإقليم طبعا تعاني بشكل واضح وصريح من عدم توفير المستلزمات والأدوية والإدارة الطبية في تلك المحافظات التي دخلت الحرب الأخيرة والتي لم تدخل هذه الحرب، ولكن هناك محافظات أكثر تضررا مثل ما حدث في صلاح الدين وفي مدينة الموصل وبعض المحافظات الأخرى بشكل كبير، وخاصة المحافظات التي تشهد كثافة سكانية كبيرة ونقصات وكبير جدا في المعدات والمستلزمات الطبية والأدوية التي تفتقر لها كل المدن العراقية بصورة عامة والمحافظات المنقوبة بصورة خاصة. إلى أي مدى تظن أن الأحزاب والميليشيات ساهمت في تفشي هذا الفساد في القطاع الصحي خاصة في المحافظات المنكوبة كنينوى إن أخذناها كمثال ونموذج؟ نعم، كلنا نعلم بأن هناك مستشفيات وهمية، وهذه المستشفيات فيها منتسبين وهميين فضائيين مثل ما حدث في بغداد أثناء الوزيرة عديلة التي ثبت بالدليل قاطع تورطها في دعمها لتلك الميليشيات وتعيين فضائيين منتسبين في وزارة الصحة. الحقيقة نموذج مدينة الموصل هو أسوأ ما يمكن الآن على مستوى العراق، كون الحقيقة مدير الصحة الحالي متعاون بشكل كبير مع الميليشيات ومع المرجعيات الدينية مثل مهد الكربلائي، ولا أعلم علاقة سر العلاقة بين مدير صحة في محافظة شمالية مثل محافظة نينوى مع مهد الكربلائي في النجف وفي كربلاء. الحقيقة كذلك الدعم المباشر من قبل فالح البحيار والدعم المباشر من قبل هادي العامري لتلك الشخصية الفاسدة بإجماع الجميع والذي ثبت عليه تورطه بالحقيقة سرقة مولدة من قبل دائرة صحة نينوى وتمت إقالته، ووجدوا بأن هناك مقاولين تم اعتقالهم مع المحاسبين ومع نجل ذلك المقاول، ووجدوا أختام دائرة الصحة نينوى في سيارة مدير في سيارة المقاول، يعني أختام صحة نينوى أختام التابعة لمدير صحة نينوى في سيارة المقاول. وهذا دليل كبير على أن الفساد الحقيقة مستشري بشكل كبير وصريح في دائرة صحة نينوى. الأصوات التي تعلو اليوم في محافظة نينوى ومدينة الموصل تأتي بعد أن انتشرت جائحة كورونا وتخصيص 13 منتسب من أصل 27 ألف منتسب لدى دائرة صحة نينوى، والأرقام الفلكية التي تتقاضاها دائرة صحة نينوى، ولكنها تذهب في جيوب الميليشيات والأحزاب السنية والشيعية الفاسدة. في هذا السياق بالحديث عن هذه الأموال التي تضخ في سنة واحدة، ضخت 110 ملايير دينار أنفقت على أساس في القطاع الصحي، لكن لم يتم إنشاء أي مستشفى جديد في محافظة نينوى، كيف يفسر ذلك؟ يفسر بأن كل العقود التي تبرمها دائرة الصحة نينوى ووزارة الصحة في العراق المخصصة لمحافظة نينوى تذهب في جيوب الفاسدين،
حيث لم يتم إعمار أي مستشفى لحد هذه اللحظة. هناك مدينة الطب وتنظم مستشفى ابن سينا ومستشفى الجمهوري والزهراوي، وكذلك مستشفى صدام سابقا ومستشفى السلام مدمر بالكامل، ومستشفى الخنساء الولادة وغيره الحقيقة من المستشفيات في الجانب الأيمن والأيسر من مدينة الموصل تعرضت بشكل كبير إلى دمار واضح. ولكن هذه الدائرة الصحية ووزارة الصحة المدير الحالي الفاسد لم تستطيع أن تتعامل مع الواقع الصحي في مدينة الموصل المنكوبة جراء الحرب، رغم مرور سنوات طويلة، ولكن لا زال أبناء مدينة الموصل يفتقدون لأبسط المقومات، منها حبة الدواء، الكفوف التي تقي من فيروس كورونا، الكمامات، سرنجة، كانولة إلى آخره، أشياء بسيطة الحقيقة. لا، ما يجب أن يعلمه الجميع بأن أبناء مدينة الموصل يقومون بالتبرع لصالح دائرة الصحة النينوى رغم الميزانيات الانفجارية التي تتلقاها دائرة الصحة النينوى لحد الآن. يعني أبناء مدينة الموصل الميسورين منهم يقومون بالتبرع، وبعض الأطباء المتقاعدين الحقيقة يقومون بجلب من هنا ومن هناك بعض المعدات الطبية وبعض المستلزمات، كون دائرة الصحة النينوى ولا توفر أبسط المستلزمات للمواطن العراقي والمصري في محافظة نينوى. شكرا جزيلا لك صحفي والإعلامي زياد سنجري، كنت معنا عبر سكايب من فيينا.